qaybtiisa gobolka Northwest gaar ahaan magaaladiisa Rustenburg. Anagoo weynaynayno, sharfayno, cizaynana kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasalam, maanta oo ay ku beegan tahay taariikhdu 29ka Diseembar sanadda 2018, kuna beegan 20ka Rabiicu Saani 1444 hijriyada, waxaa si toosa noogu furmi doono inshaa allahu muqtamarkeedii 9aad. Muqtamarkan oo ay soo qaban qaadiyeen golaha dacwada Albayaan oo aad mar walba uga barateen inay bulshada ku qabtaan muqtamaro, doorooyin, tartamaad qur-aan kariim, waqtiga oo kooban dartiis, insha allahu tacaala tan waa xafladii qalinjibinta madrasada Ubay bin Kacab oo nagu ah hornaac muqtamarka guritaankiisa. inta ay xafladan socoto insha allahu tacaala waxaa iga koobnaan doontaa barnaamijyo iyo gabayo iyo anaashiid ay nasoo jeedin doonaan ardayda madrasada, kalimaad insha allahu tacaala martida iyo culimaoodiinka lama joogay nasiin doona iyo waalidiinta qaarkood, iyo jaa-isooyinkii ardaydii qur-aanka dhamaystay sanadkan. intaana u gudagulay intaasoo dhan, insha allahu tacaala waxaan ku furan doonaa barnaamijkeena. waxaa lagu furtay waxa ugu qiimaha badan oo aayad min dikrillaahi alxakiim, waxa aynu akhrin doono ardayga magaciisu yahay insha allahu cabdilcasiis cabdullaahi suldaan. falyatafadal.
Okay, intaas waa ay farxad ay ku furan Qur'aanka Kariimka xafladeena qiimaha badan ee maanta. Waxay noogu xigi doontaa kalimad tarxiib ah insha Allah, waxay noo soo jeedin doontaa ardayda magaceedu yahay Maryama Ahmed. Fadhi. كلمات كوبان او سيدو كلا كهدليسا حالاده ددك اي كو سوغان يهين زمانك حدا اينا كو جوغا waxay ino soo jeedin doonta ardayda magaceedu yahay Ayman Muhammad. Fali tafaddali. صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
يحثنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حفظ قلوبنا وبقايتها من الأخطار. ومن ينظر إلى حال الناس اليوم يرى غفلتهم عن قلوبهم من اهتمام بالأشكال والمظاهر وإهمال للأعمال والسرائر، حتى أصيب بعضهم بموت القلب وفقدان الإحساس وعدم الشعور بالذنب، فأصبحت القلوب كالحجارة أو أشد قسوة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا تتأثر بموعظة مهما كانت. فأنتم اليوم تشاهدون آيات الله التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تشاهدونها تتلى فلا تحرك قلوبا ولا تصيل دموعا ولا ينهي عن غي إلا من شاء الله. أيها الأحباب، هل قرأتم قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لماذا لا نتهم أنفسنا؟ فربما كنا أهل تلك القرية، نعوذ بالله من غضبه وعقابه، ونهمس لبعضنا عن كثرة المنكرات وشيوع الفساد بين الناس. ما جلست مجلسا ولا قابلت أخا إلا ويغرق الزفرات والحشرات على أحوال الناس وحرصهم على الدنيا، ويتحدثون في المجالس والاستراحات عن انتشار الغيبة والنميمة. تأملت هذا الحال، قلت في نفسي: عمن يتحدث الناس؟ وهل يوجد أناس غيرهم في هذا الزمن؟ ونتحدث عن الناس ونحن الناس، ونعيب الزمان ونحن أهل الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب فينا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. هدي أنا رأسي صانع إن شاء الله وحنا ودي كده نشيدو كهذا لا يسوى برا كريم تاعه وحنا سويت حفصة يحيى صاحب هذا سودا. يا شمل الإيمان والرضا واستحضر القرآن، فيه
الرحمن أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واستحب القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واستحب القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصطحب القرآن أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى تلقى الخير وتلقى الأجر تلقى الخير وتلقى الأجر تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان أن تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان غرد يا شبل الإيمان غرد واصطحب القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصطحب القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجل أدمى سنتين أولي فريق مقدنا برعب كذا ينصر فريق الدونة وحايا نوحي كدونة كلمة كسابسا فضلها أوليها علمها وكلمات وحايا نوصر جيد الدونة قبلها كلا رحمة أحمد يا صابرين عبد الله gives as much as importance of seeking knowledge than the religion of Islam.